السلام عليكم، كيف حالكم أصدقاء التجمع العام الطيور؟ بالنسبة لحلقة اليوم أصدقائي حول طائر الشهرور أو ما يسمى أيضا بخادم الجنان، وهو من الطيور جميلة الصوت والصورة. غذاؤه يتكون من الحشرات اللافقرية وبعض الفواكه البرية أبرزها التوت البري. يصل الذكر البالغ إلى وزن 100 جرام تقريبا. يتميز الذكر الأنثى بلونه الأسود الفاقع والأنثى بلونه الأسود الباهت المائل إلى اللون البني أو الرمادي. يعتبر من الطيور البرية المعلمة لطائر الحصون الوداني، خاصة اللغة الودانية كما قلنا. كانت هذه أصدقائي الكرام نبحة حول هذه الطائر. نترككم الآن مع شريط الاستماع إلى صوت هذا الطائر الجميل جدا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا أعجبتك الفقرة شاركنا الإعجاب والتعليق، وليصلك الجديد لا تنسى الاشتراك في القناة.